بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر الذي تقدم فيه النيابة العامة بيانها حول مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله، بيان من النائب العام أنه إلحاقا للبيانين الصادرين بتاريخ 10/2/1440 الموافق 19/10/2018 وتاريخ 16/2/1440 الموافق 25/10/2018 بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي التركي والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا، بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية. وفي هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8/2/1440 الموافق 17/10/2018 ورقم 9995 وتاريخ 16/2/1440 الموافق 25/10/2018 ورقم 11350 وتاريخ 22/2/1440 الموافق 31/10/2018 تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم، ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طلب منهم. انتهى البيان. أما الآن أقدم لكم إيجازاً بنتائج التحقيقات التي توصلت إليها النيابة العامة في هذه القضية. من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة حتى تاريخه مع الموقوفين 21 في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله، تم التوصل إلى النتائج التالية: أولاً أن الواقعة بدأت يوم 19/1/1440 الموافق 29/9/2018 عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع، وإن لم يقتنع يعاد بالقوة، وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة. ثانياً أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه، يتشكل من 3 مجموعات: تفاوضي واستخباراتي ولوجستي. واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترأس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه. ثالثاً، قام نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترأس مجموعة التفاوض، فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة. رابعاً، أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطاً على أمن الوطن، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع، وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة. خامساً، أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه. سادساً، أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا
لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة. سابعاً، أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل. ثامناً، تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله. تاسعاً، تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم 5 أشخاص اعترفوا بذلك وتقبلت أقوالهم. عاشراً، أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تم تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية. 11، أن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم 5 أشخاص. 12، تم التوصل إلى أن من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه هو شخص واحد. 13، تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم. 14، تم التوصل إلى أن من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته، وتم التوصل إلى أن من رافقه وعددهم 2. 15، تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها، كما تم التوصل إلى أن من قام بتعطيلها وهو 1. 16، أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذ الجريمة عددهم 4 أشخاص. 17، تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل القيام بتقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة. أما الآن نفتح باب لتلقي أسئلتكم. معالي الشيخ، السلام عليكم. أولا السلام ورحمة الله. سعد المطرفي من قناة العربية. حياك الله. معالي الشيخ، في كل مرة تتغير الرواية السعودية حول مقتل جمال خاشقجي رحمه الله وطريقة مقتله، لماذا برأيك تتغير هذه الرواية في كل مرة وفي كل مناسبة؟ أولا علينا الأخذ بالاعتبار أن مسرح الجريمة ليس في المملكة العربية السعودية، وأن الروايات قائمة على أقوال الموقوفين التي كانت في البداية بالإنكار، ثم كما أن هناك تقرير تم تقديمه من قبل الفريق إلى نائب رئيس الاستخبارات العامة وهو مضلل، وتضاربت الأقوال في ذلك ما يقارب 10 أيام، وبعد ذلك صدر أمر السامي الكريم بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة والتحقيق فيه. عليك فيصل عباس من عرب نيوز. ودي أسألك عن الدافع، طول عمرك تحدثتم سعادتكم عن تضارب القصة الرسمية حول الموضوع، لكن يبدو أن هناك أصلا لغط حول لماذا توجه الفريق من الأساس لإحضار المرحوم جمال خاشقجي. هل الموضوع متعلق بكتاباته مثلا أو مواقفه المعلنة التي ربما يرى البعض فيها نقدا، أم أنه ارتكب أمرا آخر نحن لا نعلم عنه مثلا؟ والشق الثاني من السؤال، ربما يعني تتفق سعادتكم أنه المسألة أنه فريق تفاوض ذهب معه ربما قد تكون غير مقنع بالنظر للتقارير الإعلامية التي خرجت، وأيضا السؤال عن الدافع، إذا هو فريق تفاوض لماذا 15 شخص يذهب ويقال أن معهم أدوات معينة؟ طبعا لم يتطرق بيان حضرتكم إلى ما هي الأدوات أو هل التقارير صحيحة. باختصار سؤالي هو عن الدافع. أولاً، أظهرت التحقيقات
حتى تاريخه أن الأصل أصل الحدث كان هو إقناع المواطن المجني عليه لإعادته إلى المملكة، وتم تشكيل فريق مكون من 3 مجموعات تفاوضي واستخباراتي ولوجستي. وحينما في صبيحة اليوم يوم الجريمة استطلع قائد الفريق التفاوضي المكان فتعذر عليه نقل المجني عليه لو تم إعادته بالقوة، فقرر قتله في هذه اللحظة. تفضل. السلام عليكم، مالك الروقي من تلفزيون MBC. ثابت اليوم أن الجثة تم تقطيعها حسب الرواية التي صدرت اليوم. سؤالي هنا، كيف توصلتم إلى هذه الأدلة؟ كيف توصلتم إلى هذه المعلومة؟ وهنالك أيضا تسريبات تتسرب عبر الصحافة التركية وغيرها أن الرأس أخذه معه، يعني الفرقة الاغتيال أخذت الرأس معها وهو الجزء الوحيد الذي أخذته من الجثة. نتحدث كيف وصلتم المعلومة؟ وما مدى صحة هذه المعلومة التي تنتشر في وسائل الإعلام التركية؟ ظهر من خلال التحقيق مع الموقوفين أن الجثة سلمت بعد تجزئتها إلى متعاون في إسطنبول. أما ما يثار في الإعلام من أدوات وغيرها فإنها لم تثبت في التحقيقات. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سليمان عنزي من صحيفة الوطن. تحدثتم عن متعهد التركي أن سلم أحد أعضاء الفريق هو شخص واحد الجثة إلى متعهد تركي. هل تعاونت السلطات التركية بخصوص متعهد؟ هل تعرفت عليه؟ هل لديكم معلومات أنتم عن المتعهد؟ الجزء الثاني، هناك عنصر مهم بالقضية وهو خطيئة التي تدعي أنها خطيبة مواطن جمال خاشقجي. هل طلبتم التحقيق معها؟ هل تواصلتم معها؟ هل عرفتم أي شيء عنها؟ ما علاقتها بالقضية؟ تبين من خلال التحقيقات ومن خلال من تم تسريب الجثة إلى بعض المعلومات عن المتعاون وإلى رسم تشبيهي وسيتم تسليمه إلى الجانب التركي الشقيق لأمر التحقيق هناك. معالي الشيخ ناصر حقباني من صحيفة الشرق الأوسط. تردد في وسائل الإعلام أخيرا عن دور المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني في هذه القضية، ما هو دوره في هذه القضية وهل تم إحالته للتحقيق؟ تبين من خلال التحقيقات الجارية حتى تاريخه أن دور المستشار السابق يتمثل في التنسيق من قبل نائب رئيس الاستخبارات العامة في طلب من كان في طلب الانضمام قائد مجموعة التفاوض وهو من كان يعمل معه، وكذلك طلب المستشار السابق الالتقاء بالفريق ومجموعة التفاوض، ولذلك ليطلعهم على بعض المعلومات التي قد تفيدهم في هذه المهمة بحكم تخصصه الإعلامي، واعتقادا منه أن المجني عليه رحمه الله تلقفته بعض المنظمات المعادية للمملكة، وأن إعادته إلى المملكة هو يعد نجاحا كبيرا لهذه المهمة، علما أن المستشار السابق قد تم منعه من السفر وهو رهن التحقيق. تفضل. معالي الشيخ، محمد الشهري صحيفة المواطن. لماذا تم تنفيذ هذه العملية من فريق مكون من 15 شخصا؟ ألا يعني ذلك أن النية كانت مبيتة لقتل جمال خاشقجي؟ من خلال التحقيقات تبين أن أصل الحدث هو إعادة المجني عليه وإقناعه إلى المملكة، وتعلم أن الفريق المكون هو موزع عليه بعدة أدوار تفاوضي واستخباراتي ولوجستي.
حبيب الشمري جريدة الجزيرة، تحدث سعادتكم عن 3 طلبات للجانب التركي فيما يتعلق بالحصول على المتعلقات، هل من بين هذه الطلبات طلب لأشخاص أتراك في هذا الموضوع وما هي علاقتهم؟ طلبت النيابة العامة من الجانب التركي الشقيق 3 طلبات، وهي الطلب الأول هو بتاريخ 8/2/1440، والطلب الثاني هو بتاريخ 16/2/1440، والطلب الثالث هو بتاريخ 22/2/1440، وطلب منهم عدة طلبات، منها شهادة الشهود الذين سمعت شهادتهم، وكذلك هواتف المجني عليه ومقر إقامته ونسخة من محتويات قال ونسخة من الرسائل الإلكترونية التي في جواله، وكذلك التسجيلات المحيطة والتصوير بالمبنى القنصلية والتسجيلات التي سرب عنها الإعلام أنها موجودة لديهم. تفضل. السلام عليكم. مع الشيخ مفرح الشقيقي من روتانا خليجية. تحدثتم في البيان عن طلب التسجيلات الصوتية من الجانب التركي. سؤالي من شقين، السؤال الأول، كيف تقيسون تعاون الجانب التركي في التحقيقات من بداية القضية حتى الآن؟ والسؤال الآخر، هل لديكم معلومات أكيدة في النيابة العامة عن وجود تسجيلات صوتية لدى الجانب التركي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف وصلتهم هذه التسجيلات الصوتية؟ شكرا. طلبت النيابة العامة من الجانب التركي توقيع آلية تعاون خاصة في هذه القضية لتزويد الجانب التركي بالتحقيقات وفقاً لأحكام النظام ولسرية المعلومات، وكذلك لتحديد نقطتي اتصال بين الجانبين، وكذلك لتزويدنا بما لديهم، وما زالت النيابة العامة تنتظر ذلك. تفضل. عيسى الحربي، صحيفة سبق. معالي الشيخ، ما يخص أسماء الموقوفين، هل سيتم الإعلان عن أسمائهم بعد انتهاء التحقيقات؟ شكرا لكم. بالنسبة لأسماء الموقوفين، نظام الإجراءات الجزائية منع التسريب عن أسماء الموقوفين، ما زالت القضية في التحقيقات. تفضل. السلام عليكم. محمد المحمود من قناة سكاي نيوز عربية. سؤالي معالي الشيخ، يرد في الإعلام التركي كثيرا عن تسريب لتسجيلات موجودة لديهم عن تفاصيل دقيقة للحادث، يوم بعد آخر أو أسبوع بعد آخر تصدر هذه التسريبات من قبل الإعلام التركي، هل ثبت لديكم، خصوصا أن النائب العام ذهب هناك إلى جمهورية تركيا، هل ثبت لديكم أن هذه التسجيلات فعليا موجودة؟ هل سلمتها لكم؟ هل استخدمتم هذه التسجيلات في التحقيقات التي قمتم بها؟ أولا، النيابة العامة لا تعلق على إشاعات ولا على التسريبات. ثانيا، أن تم طلب من النيابة العامة كما ذكرت 3 طلبات، وما زالت النيابة بانتظار ذلك. آخر سؤال. منصور الشهري من جهة وكاظ. سعادة المتحدث، ذكرتم في بيانكم أن هناك كان تعطيل كاميرات المراقبة داخل السفارة، هل كان هذا بالمصادفة أو كان هناك تنسيق مسبق لتعطيل الكاميرات؟ ذكرنا في الإيجاز أن كان ثبت أن تعطيل الكاميرات من أحد المتهمين. تفضل. آخر سؤال. شكرا. فيفيان نيريم من صحيفة بلومبرغ نيوز. هل كان لدى سمو ولي العهد أي دور في أو معرفة عن القضية؟ والشق الثاني، متى تعلم ولي العهد عن قتل جمال خاشقجي؟ أظهرت التحقيقات في النيابة أن الآمر بالاستعادة هو نائب رئيس الاستخبارات العامة، وهو أمره هو إعادة المجني عليه بالرضا أو بالقوة. كما أظهرت التحقيقات أن الآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض بعد اطلاعه على موقع القنصلية في صبيحة يوم الجريمة. لم يكن عنده أي معرفة، وذلك وكما قدموا تقرير مضللا عن المهمة، وبعد التضارب ما يقارب 10 أيام صدر الأمر السامي الكريم بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. تفضل. آخر سؤال.
شكرا شيخ. ستيفن كيلن من وكالة رويترز. هل أثبتت مكان وجود الجثة بعد تسليم هذا المتعاون المحلي؟ أعد السؤال. هل أثبتت مكان وجود أو وصول الجثة بعد تسليمها للمتعاون المحلي؟ وهل في أي معلومات هل تم وقف أو قبض على هذا المتعاون؟ ما زالت التحقيقات جارية في بهذا الصدد، وسيتم تسليم الجانب التركي الشقيق ما تم توصيله من معلومات حول هذا المتعاون.